احنا معانا على التليفون المهندس اكرم سامي، مدير وحده الدعم والتطوير للمشروع القومي الرئاسي لانهاء قوائم الانتظار. اهلا 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 يا باشمهندس اكرم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. الرئيس الحقيقه تفضل مشكورا وقال لنا مجموعه من الارقام، قال لنا ان احنا حتى هذه اللحظه استفاد من هذه المبادره 1,900,000 مواطن بتكلفه تقديريه تقريبا 20 مليار. عايزين نعرف اكتر عن المبادره، فاضل فيها قد ايه، محتاجه قد ايه، لعلنا برضو نقدر احنا كمان نساعد زي ما حصل من منظمات المجتمع المدني، انها الحقيقه برضو تفضلت مشكوره بانها تبرعت وزي ما قال الرئيس بحوالي 4 مليار جنيه مصري دعما لهذه المبادره. تمام يوسف بيه، يعني خليني اقول لحضرتك ان مشروع قوام الانتظار هو مشروع الدوله، هو مشروع ليه اهداف اساسيه. هو الارقام هو جاست ان هو انديكيتورز يؤكد على نجاح المشروع من بدايته، وهو ابتدى في 2018 يوليو بالظبط 2018. كان الرئيس كان حاطط اهداف اساسيه دي، هو اولهم تخفيف المعاناه عن المرضى وعدم تحمل المريض اي اعباء سواء ماديه او اجرائيه. وحضرتك تعلم جيدا ان المرضى المصريين بيتعالجوا على جهتين علاج، يا اما نفقه الدوله او التامين الصحي. أيوه. القديم. لحين تنفيذ التأمين الصحي الشامل اللي هو حلم كل المصريين إن شاء الله، كان الرئيس أهدى المصريين مشروع قوام الانتظار في 11 تخصص من العمليات الحرجة، وتكلفتهم حرجة تكلفتهم عالية، وما ينفعش المريض إن هو ينتظر في الحالات دي. فكان ده أول هدف، إن هو تخفيف المعاناة عن المرضى. كان في بعض الأهداف الأخرى زي التعاون ما بين كل الجهات وبعضها، يعني في تعاون ما بين المستشفيات، وزارة الصحة، مستشفيات التعليم العالي، المجتمع المدني، المستشفيات الخاصة، مستشفيات الشرطة والجيش. هو اعتبرنا ان مصر كلها كمستشفى واحدة، المريض ليه حق الانتفاع او حق تقديم الخدمة في اي مستشفى. ده يعني ده كان سببه، او ده كان الهدف منه، ان المريض ما ينتظرش كتير او يحدث فيه طوابير انتظار كتيرة. من الاهداف الاساسية الموجهة برضو ان هو كان المريض يتقدم له خدمة طبية عالية ويتم متابعته قبل تنفيذ الإجراء وبعد تنفيذ الإجراء. قبل تنفيذ الإجراء فهو لو عنده أي مشاكل في إصدار قراره، لو انتظر كتير يتم تحويله على مستشفى تانية. بعد تنفيذ الإجراء من حيث إن هو يتعامل معاملة تليق بالمواطن المصري أو لأ، إن تحصل منه أي رسوم مادية أو لأ، كل ده من خلال المشروع اتبنى على 4 وحدات أساسية، هي وحدة إدارة المشروع اللي هي الغرفة المركزية للمشروع، وحدة الدعم الفني والتطوير اللي أنا شرفت إن أنا أكون مؤسس فيها من بدايتها، وده شرف ليا أنا وكل زملائي الشباب اللي اشتركوا في هذا الحدث، وده راجع لثقة القيادة السياسية فينا بصراحة. يعني لولا إن احنا اتاحت لنا الفرصة احنا ما كناش عرفنا إن احنا نعمل إنجاز زي دوت. بالإضافة لوحدة للمالية لمتابعة الاستدامة المالية وصرف المستحقات للمستشفيات، ودي من اللي حضرتك بتتكلم عنه المليارات اللي اتصرفت في خلال 5 سنوات. انا احب اقول لحضرتك ان احنا ان شاء الله في اقل من شهرين نحتفل بالعيد الخامس للمشروع، فده يعني انجاز يعني رهيب. الاول المشروع سياده الرئيس اطلقه على مده 6 اشهر، بس بعد نجاح المشروع تم مده ل5 سنين لحين تنفيذ او دخول التامين الصحي الشامل في كل المحافظات. واخر وحده وهي من اهم الوحدات للمشروع هي وحده الجوده اللي انا لسه بقول لحضرتك عليها، هي متابعه المرضى قبل الاجراء وبعد الاجراء، متابعتهم في تنفيذ الاجراءات، اتعاملوا كويس ولا لا، وتحصل منهم رسوم ولا لا. من جانب تاني كان في بعض الاهداف بس كانت الغير المواطن ما كانش يحس بيها قوي، او الهدف اللي احنا كنا نفسنا فيه ان يتعمل خريطه صحيه. احنا الاول ما كناش نعرف، يعني قبل كده ما كناش نعرف القرار اتنفذ او لا، او اتنفذ فين، او تم تحويله على مستشفى ولا لا، ما كانتش المستشفيات شايفه بعضها. لكن ده كان دورنا احنا كدور بقى وحده تطوير ودعم فني، ان احنا يتعمل ديجيتال ترانسفورميشن او تحول رقمي، نربط من خلاله كل المستشفيات ديت، ان احنا يبقى عندنا المريض طلع قرار على انهي مستشفى نقدر نحوله على انهي مستشفى، ايه المحافظات اللي ما فيهاش تقديم خدمه زي مثلا اي خدمه من الخدمات ال11 اللي انا قلت لحضرتك عليهم مش موجوده في انهي محافظه. فمن خلال الخريطه الصحيه دي ابتدينا يا اما الوزاره بتعمل على فتح او خلق وحده من الوحدات دي داخل المحافظه، او التعاقد مع القطاع الخاص. فكل دي
اهداف المشروع هو مش مشروع معالجه بس، هو معالجه للمواطن ومعالجه للدوله. يعني هو مشروع يعني هديه فعلا للمصريين من القياده السياسيه وقمه الفساد الرئيسي. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا باشمهندس اكرم، كل الشكر للمهندس اكرم سامي مدير وحده الدعم والتطوير للمشروع القومي الرئاسي لانهاء قوائم الانتظار. الف الف شكر.